تجديد الكثير من المواهب الشابة فرصة لاكتشافها من خلال المسابقات الشبابية التي يتم تنظيمها من وقت لآخر، وقد جرى مؤخرا تنظيم مسابقات تستهدف هذه الفئة شملت مجالات أدبية وعلمية. المزيد في التقرير التالي. تحت إشراف اليونيسيف تنطلق المرحلة النهائية من مسابقة الفصاحة بالعربية والفرنسية، 8 مترشحين يتبارون في هذه المسابقة التي تتخذ من حقوق الطفل موضوعا، وذلك في إطار تخليد العيد الدولي للطفل في موريتانيا. لا زال يعاني العديد من الأطفال من الفقر والتشرد والإهمال وسوء المعاملة والأمراض التي يمكن الوقاية منها، فهذا طفل مسكين يقف متسولا على حافة الطريق بدل أن يكون على طاولة المدرسة مع زملائه، وهذا آخر مسكين قد خطف لتباع أعضاؤه ويتاجر بها، وهذه طفلة مسكينة بريئة مغتصبة قد سلبت كل ما تملك، وهؤلاء أطفال قد جمعهم التشرد في مخيمات للاجئين. وما بين استيعاب الواقع واستشراف المستقبل تنطلق النسخة الأولى من مؤتمر الإبداع الشبابي بمشاركة 200 شاب من مختلف التخصصات. فماذا عن أهداف هذا المؤتمر وأبرز ملفاته والقضايا التي تناولها بالنقاش؟ قضية التكوين المعرفي، قضية ريادة الأعمال، قضية العمل التطوعي، وقضية الحوار الثقافي باعتبارنا نتكلم عن مجتمع متعدد الثقافات. هذا المؤتمر نود له أن يخرج بمجموعة مخرجات أهمها وعلى رأسها مشاريع عملية قابلة للتطبيق، سواء في المجال المعرفي، في المجال الريادي، في المجال التطوعي، أو حتى في المجال الثقافي. ننظمه اليوم بعد فترة طويلة من التحضير، واخترنا له بطبيعة الحال نخبة النخبة من المتقدمين للمشاركة، أزيد من 200 شخص تقدموا للمشاركة في هذا المؤتمر، وتم انتقاء فقط 40 إلى 50 شخص. إشراك الشباب الموريتاني في صناعة القرار في مختلف المجالات وموقعه في معادلة التأثر والتأثير تعد من أبرز النقاط التي تطالب هذه الفئة وتسعى لنقاشها، بل وتجاوز النقاش إلى خطوات ملموسة خصوصا في بلد أكثر من ثلثيه شباب.